اللي انا عايز اقوله ان ممكن كلمه صغيره تاثر في نفسيه بني ادم وممكن تنقله من السماء للارض. وكانت المأساة ان الاقاليم ودايما يقول لك ان حظ الاقاليم اقل من حظ من القاهره والجيزه، بس لا احنا حظنا حلو ومفيش حق بيضيع ورا مطالب. أو لهاتكم بطريقة أوحش شوية للأسف، لما واحد يقول رأيها في الكورة يروح حد يقول لها لا لا روحي على المطبخ. قلة استهانة. فده بيخلي أصلا البنت نفسها عند وقت معين من كتر ما هي شايفة الكومنت ده بيتقال لا دي مش لعبتي أصلا. بس في الواقع يعني هي زيها زي أي رياضة. زي أي رياضة. فيها حركة الجسم، فيها النشاط، فيها التفكير، فيها التاكتكس، فيها الانبساط، فيها القوة العقلية بكل بساطة.